انك هتعمل استفادة بالفرول منين؟ من الموبايل عشان ندخل بالجيميل بتاعها. تمام؟ مش عنده واي فاي، ممكن شغله الواي فاي بتاعي. خلاص؟ اسمها 2000. لا لا ظهر يا جماعه، نسجل الموبايل واي فاي بيه. قول يا جماعه ليه مش مسجل؟ خلاص انت حاول تعمل ايه؟ قول يا جماعه سجل في حاجه من تحت. في سخط او استياء رد عليه مبلغ مالي اكبر، تبقى نفسه ضعيفه برده. في التدريب ده تتعلم؟ اه، بيخش على مواقع، بيخش على الجهاز بتاعه، بيخش فيروسات من خلال دخول الفيروس. ايه هندسه ايه؟ وطبعا دلوقتي المستقبل رايح للامن السيبراني، فده الشركه السيستم بتاعي ازاي احمي ان انتوا يعني كويس. تمام، ايه الامن السيبراني وازاي امن نفسي؟ اكبر العصر الحالي ازاي اسخن الحاسات؟ اه، ازاي اشاعات وهكذا. طب ده مش خارج التخصص بتاعك؟ الدراسه بتاعتك؟ بس احنا يعني استخدم الذكاء الاصطناعي ان انا ابحث عن حاجه مثلا، او مثلا ازاي ان انا ده بان احنا باهم سوق العمل. لان انا بقيت العامله دلوقتي كل حاجه بقت طيب. مكانك صح؟ اه كده ماشي. ان انا عايز اجرب السوشيال ميديا واجرب يعني ايه التحول الرقمي؟ مستفيدة وراها بطريقة مباشرة. انت التلاتة بتعمل حقبة زمنية معينة، لكن هو طالع احنا بنقدم على اختبار الكتروني بشوفه بقى 300 دولار يعني 15 جامعة، وبعد كده حاجة اعلى كمان يدرب في وزارة الاتصالات مع المدربين في وزارة الاتصالات او في حياة كريمة. صح؟ كلها دي خدمات بتؤدى اليكم بطريقة Amen. Okay.